للحديث أكثر عن واقع الفن التشكيلي في الوطن العربي وحصاد عام كامل وأين نحن من الفن التشكيلي العالمي، نسعد باستضافة الفنانة الجزائرية فاطمة الزهراء فازي. أهلا بك سيدتي. أهلا بك ومرحبا لكل متتبعي قناة الغد، وهنيئا لكم ولنا بهذا المولود الإعلامي الجديد. سعداء جدا طبعا باستضافتك في أول حلقة من برنامج ضفاف. بداية وأنا أستاذة، أسعد شكرا لك. بداية هل لك أن تعطينا من وجهة نظرك طبعا تقييما إن صح التعبير لواقع الفن التشكيلي في الوطن العربي عموما ولسنة 2021 تحديدا؟ كنت أستمع لكافة اللوحات التي بيعت ولازالت تباع على المستوى العالمي، يعني لوحات بأسعار خيالية يصعب قبولها عند المواطن العربي والشرقي بشكل خاص. نحن للأسف يجب تصدر الإشارة إلى أن الفنون التشكيلية ظلمت بالمقارنة مع الفنون الأخرى. عندما نحكي عن الفنان التشكيلي أو الفن التشكيلي بصورة عامة في الوطن العربي، نجد أن مكانته كانت لوقت ما لا تزال بعيدا، لكن ما لاحظناه خلال هذه السنوات الأخيرة هو كأنه فيه وعي عند الدول وعن أهمية هذه الفنون في الترويج للسياحة بالنسبة لمختلف الأوطان وكذلك بالنسبة للاقتصاد الثقافي. فأصبحنا نرى على مستوى العديد من الدول العربية افتتاح لقاعات عرض وحتى لمعارض دولية أصبحت تجذب حتى أكبر الفنانين العالميين، لأنه أصبحنا نعي بأن الفن التشكيلي هو أجمل يعني طريقة لنسوق بها صورة أي وطن أو أي بلد ما. أما بالنسبة لسنة 2021 كما تعلمون جائحة كورونا، يعني نحن الآن سوف تمر سنتين على مدى سنتين منذ بداية جائحة كورونا، فيه أشياء سلبية كثيرة يعني أستاذة وفقدنا فاطمة. أشخاص نعم. أعزاء على قلوبنا. نعم لكن نعم بما لكن أنك لكن تتحدثين عن جائحة كورونا، كيف تتعاملون مع الوضع الحالي بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وهل أثر الوضع على نشاطكم كفنانين؟ يعني لغرابة الأمر جائحة كورونا خلقت فيه نشاط كبير جدا، وإن حتى الأشخاص العاديين أصبحوا يقدرون أكثر الفن التشكيلي، لأن جائحة كورونا وخاصة مع بدايتها ألزمت الناس على الجلوس في منازلهم، والجلوس الناس في منازلهم وتوقف الحياة بشكل عام أجبر يعني الناس بشكل عام أنه يعاود يولوا يمارسوا الهوايات نتاعهم، والنصيب الأكبر كان للفنون التشكيلية، حيث أن شخصيا كنت نتلقى اتصالات دي من أين نشتري هكا، نحب نعمل ورشة لون مع أطفالي، نحب نعمل هكا، يعني بقدر ما كانت هناك أمور سلبية عن جائحة كورونا، بقدر ما كانت هناك أمور إيجابية بالنسبة للفن التشكيلي والفنانين التشكيليين، يعني كان بالنسبة لي كأن الناس كان عندها وعي، أصبح عندها وعي عن قيمة الفن التشكيلي في حياة أي أحد فينا، وعن كذلك عن تقدير الفنان التشكيلي، لأن الفنان التشكيلي في الوطن العربي نقولها ونعودها في كل مرة قيمته بالمقارنة مع المغني ولا المطرب ولا الممثل هي يعني لا تقارن، يعني الناس في وطننا العربي عقليتنا في وطننا العربي انه ما يمدوش القيمه اللي يلزمها نعم. للفنان التشكيلي، انه فنان تشكيلي قيمته ما زالت، لكن الشيء اللي انا استحسنته يعني بالرغم من اشياء سلبيه كثير عن فيروس كورونا انه الناس عاودت ولات وعرفت قيمه الفن التشكيلي، الان الناس حوس انه اولادها يكونوا يتعلموا رسم، انه الرسم على العكس تماما هو ما يخلي 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 الشعوب تنهض بانفسها، وهذا الشيء اللي لمسته انا من خلال تعاملي مع الناس، حتى انه المعارض والفعاليات الثقافيه خاصه نحكي عن المعارض الفنيه، يعني شيء رهيب نحكي هنا في الجزائر بما انه انا في الجزائر ولا حتى في 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 في, في المغرب العربي، يعني كان فيه فعاليات كثيره وجذبت ناس يعني من مختلف الاعمار والسنين رغم الازمه نعم. الماليه اللي كانت مصاحبه ازمه كورونا، لكن الشيء المهم والايجابي واللي انا نظنه من اهم المكتسبات لسنه 2021 انه الناس صحيح فيه وعي راهو بدا يكون عند عامه الناس عن اهميه الفنون في حياه اي واحد فينا وبالخصوص الفن التشكيلي.
الفنانة التشكيلية فاطمة الزهراء فازي، سعدنا كثيرا بمداخلتك معنا، شكرا جزيلا.